إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، إنك ولي ذلك ومولاه. ثم أما بعد أحبتي في الله، عودا حميدا إلى برنامجكم لا يفلح الساحر. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي أحبتي في الله عند أعراض سحر العنوسة، وتحدثنا في حلقتين سابقتين على أعراض سحر العنوسة عند البنت. اليوم بقدر الله تبارك وتعالى يعني نستكمل هذا الموضوع ونتحدث عن أعراض سحر العنوسة عند الشاب أو عند الولد، وإزاي نعرف المشكلة عند البنت أو عند الولد. يعني في بنت عمل لها وقف حال أو سحر بالعنوسة أو عدم الجواز، هل نعرف العريس اللي جاي اللي ده هو اللي عنده المشكلة ولا أنا اللي عندي المشكلة عشان نعرف نعالج نفسي؟ كل حاجة من دول، احنا قلنا ان كل حاجة من دول لها عرض وبيظهر على البنت او بيظهر على الولد، وتحدث تقريبا في 30 عرض على بيظهر على البنت، ان دي بتبقى خاصة بالبنت او كده. طيب طبعا احنا من الاعراض اللي احنا اتكلمنا عنها ان البنت تكون عندها حالة شحوب في وشها، عندها عدم انضباط الدورة، بيبقى عندها حب العزلة، عندها مثلا اصفرار في اللون، عندها نزول في الشعر، عندها تعب في المعدة، عندها امساك او اسهال، عن تحلم مثلا احلام كوابيس وتعابين، احلام اللي هي على طول متعصبه تحلم، عندها عدم ثقه في نفسها، نرفزه على طول، عندها ما بتحبش امها، ما بتحبش ابوها مثلا، اي عريس يجي لها تتكلم معاه باسلوب مش كويس. دي كلها بتقول ان البنتي عندها مشكله، والمشكله دي لازم تتعالج او تنحل، لان ممكن تكون المشكله ديت مشكله جن او مس او حسد او سحر. الاصعب احنا زي ما قلنا الاصعب انه يكون سحر، اللي هو لو حسد او مس او مثلا جن عاشق ولا حاجه بيكون ده الوضع اسهل شويه. لكن لو سحر يبقى لازم نعالج السحر الاول، وبعد كده نعالج اللي هو متعلق بالجن نفسه اللي هو رابط السحر. لكن انا عايز نعرف النهارده بقدر الله تبارك وتعالى البنت اللي عندها ولا الولد اللي عنده عشان نعرف نتعامل او نتعالج. زي ما احنا قلنا احنا اتكلمنا في 30 عرض عن البنت، النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الولد، ازاي الولد يعرف ان هو عنده مشكله، عنده ساحر، عنده مس، عنده مشكله مع الطلاع عن الجواز. وطبعا احنا قلنا ان الساحر عليهم الله ما يستحق، او اللي هم شغالين بالسحر دول عندهم حاجه هوس في دماغهم كده، حب الايذاء، ازاي ناذي اللي قدامي، ازاي نضر اللي قدامي. ممكن ما يكونش مستفاد من الموضوع او الموضوع عنده مش ذات اهميه، لكن هو خلاص هو عنده حب، يعني حب الايذاء، ان ازاي ناذي فلان ده، ازاي ندمر حياته. طبعا الموضوع بالنسبه له سهل جدا لانه هو اصلا كفر بالله تبارك وتعالى، فلما يكفر بالله تبارك وتعالى مش عيبه، من سهل عليه انه يؤذي الناس، اذا كان هو كفر برب العباد، فلما يؤذي العباد ده موضوع بالنسبه له يعني مش صعب يعني. فالولد بيظهر عنده اعراض، اول حاجه ان هو بيعدي سن الجواز، يعني مثلا يبقى المفروض يتجوز على مثلا 25 سنه مثلا، من 25 ل 30 سنه بيوصل لسن معين، وبيكون هو عنده ايه مشغول بحاجات تانية، كل ما بتيجي قدامه سيره الجواز بيبقى يعني بيرفض او بيهمش الموضوع، لا انا عندي مستقبلي هنشوفه، لا انا عندي كذا، لا عندي كذا. طبعا هو ممكن يكون بيستدرج لشيء هو مش واخد باله منه، يعني هو ممكن الجن اصلا بيستدرجه عشان يوصلوا لسن معين انه ما يكونش مقبول في المجتمع، ان انت عداك قطر الجواز خلاص. زي البنت برضه زي ما احنا قلنا كده، بيظهر عليها ان هي مش عايزه تتجوز، وبتكون الامر طبيعي جدا، ودي من اخبث الاعراض للسحر العنوسه او عدم الجواز، ان البنت بتكون طبيعيه جدا، بتصلي، بتتكلم، بتصوم، بتتعامل، بتخرج، بتروح، بتيجي، لكن هي عندها نقطه واحده بس، انا مش مقتنع ان انا عندي سحر. انا مش مقتنع ان الجن هو اللي مخليني نبعد عن عن العريس، او مش عايزه نهتم بالموضوع ده. طب يا بنتي انت عندك كذا كذا، تقول لك لا انا مش مقتنع، انا بنصلي كويس وكل حاجه كويسه عندي. حتى والدها او والدتها بيقولوا لها طب نروح للشيخ، طب نشوف المشكله ايه، طيب لا انا ما عنديش حاجه، انا انسانه مثقفه، انا انسانه متعلمه، انا انسانه متفتحه، ما ينفعش نروح للشيوخ، ما ينفعش نعمل كذا. للاسف اللي لاحظناه في الايام الاخيره ديت ان اكتر يعني اكتر الناس اللي هم يعني واخدين عندهم ثقافه شويه هم اللي بيلجأوا لموضوع السحر. الاول كان الموضوع بسيط، ليه الناس اللي عندهم او المكان الشعبي شويه او اللي فيه جهل شويه
هو اللي بياخد موضوع الايه او مدن الصعيد او كده، هم اللي بياخدوا موضوع السحر ده بيتعاملوا بيه شويه. لكن للاسف اليومين دول بقى الموضوع بكثره في المدن، اكتر الحالات اللي بتيجي دلوقتي او بنعالجوها من المدن، اكتر الحالات اللي بتيجي من الناس اللي هي من الناس الراقيه اللي هي يعني تقول له سحر يقول لك لا. فللاسف ان عقل النساء يعني ضعف لدرجه ان هو ان هي عايزه تبقى ايه تسيطر على اللي قدامها او تاذي اللي قدامها من غير ما تعرف ان ده كفر. وهي لو تعرف ان ده كفر وان هي كفرت بالله تبارك وتعالى وان هي هتتحاسب بين ايد ربنا ان هي عملت سحر لفلان وان هي ضرت فلان، مش هتعمل الكلام ده. للاسف ضعاف العقول كتير جدا وضعاف العقيده والدين كتير جدا، وحتى الشيوخ للاسف ان هو بيعتقد ان هو بيعالج ان هو مش ساحر. لكن اكتر الشيوخ اللي بيعالجوا على الساحه معاهم جن، يعني عشان برضو الناس ايه تفهم ايه الفرق بين الشيخ والمعالج وايه الفرق بين الراقي والمشعوذ، كل ده بيبقى بينهم خط ضعيف جدا عشان نقدر نفرق. يعني ما يقدرش يفرق غير الانسان اللي عنده عقيده وفاهم او فاهم الشبهات اللي تفرق بين الجن والساحر واللي مش ساحر، بين اللي معاه جن واللي معاهوش جن. وللاسف هما بيوهموا الناس ان انا معايا جن بنعالج عشان نفع الناس، عشان بنحبب فلان بفلانه، ده انا معايا حاجه بتخدمني حاجه ملائكيه او حاجه من رحمه ربنا او حاجه مش عارفه ايه. بيعتقد ان هو ما بيضرش حد، بيعتقد ان هو صح، بيعتقد ان هو بعيد عن الشبه. وبعدين يقول لك طب انت بتعالج بيه يا شيخ، يقول لك والله انا بس بناخد الاسم او اسم الام وحاجه جوايا كده بتقول لي ان ده عنده ولا ما عندوش. وبعد كده يقول لك بس قول لي على جمله معينه وانا اقول لك انت عندك ولا ما عندكش. يسمع صوتك او يعرف اسم امك او بص في عينيك، بيعرف تاريخك من قرينك. وبعد كده يبدا يبني عليه قاعده الجن اللي معاه اللي هو مسخره معاه ابليس، اللي هو وهمه ان هو ما بيعملش غير في الخير بس، بيوهمه ان ده عنده كذا وكذا وكذا، ويبدا يتعامل مع الناس بناء على كده. عشان كده بنأسس القاعدة اللي هي لازم نمشي عليها طول عمرنا، أي حد أي شيخ يقول لك أنا معايا جن ده كفر. أنا ما أقولكش الشيخ كافر لأني أنا ما أقدرش أكفر حد، لكن أي حد يقول لك أنا معايا جن بنعالج بيه ده عمل كفري، أشرك بالله تبارك وتعالى، أشرك الجن بالله يعني، أو أشرك مع الله الجن إنه بيتعامل بالجن، يعلم الغيب أو يعرف يضرك أو ينفعك. طبعا ده ابليس بيوهمه ان حاجه ديت حاجه حلوه من عند ربنا يعني، او دي رحمه من عند ربنا، او دي منحه من عند ربنا لك. طبعا ده كله استدراج عشان ابليس يدخله في المحظور، ويبدا كل شويه يدخله في قصه لما يوصله الاخر خالص انه يحطه في الكفر، ويبدا هو اللي يدور على الكتب السحر عشان يسحر، وهو اللي يبدع عشان الشهره او عشان ان يقولوا ده فلان عمل، ده بيتكلم مع الجن، ده بيضرب الجن، ده بيخلي الجن يعمل كذا. للاسف انه بيوصل لمرحله ان هو بعد كده ما يقدرش يرجع منها تاني، وابليس بيكون فرض عليه الواقع ان انا خدمتك فلازم تكمل معاه للاخر. طب عايز نرجع من نص الطريق تاني، بيقول له خلاص عايز ترجع تاني عن ضرك، ممكن يعملوا عاهه مستديمه، عاهه في نفسه، ممكن يضر حد من اولاده، يبعده عن زوجته، يعمل له مرض عند زوجته، يعمل له مرض عند اولاده. يعني الاخ اللي هو كان من حوالي سنتين يمكن عرضناه احنا على الشاشه، كان ساحر وتاب. وطبعا احنا قبل ما نتكلم في مساله لازم بنسال فيها المتخصص فيها، يعني حتى انا من ضمن يمكن من اكتر الحاجات اللي بناكد عليها ديت ان انا بنستقي العلوم بتاعتي من 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 مكان ايه، من مكان موثوق. اولا بنستقي من نفسي انا الاول، وبنعرض الشبهه دي او بنعرض المساله دي على الدين، توافق الدين ولا ما توافقش الدين. بعد كده بنعرضها على العقل، دي موافقه العقل ولا مش موافقه العقل. يعني زي مثلا مساله يقول لك الجن بيخاف من القران، الجن بيتعب من القران، ده شيء ده منافي للدين ومنافي للعقل. يعني لما تيجي تقول لي الجن بيخاف من القران، طب ربنا خلق الجن ليه؟ طب ربنا انزل القران عشان يخوف بيه الجن، فحاجه منافيه للشرع. لان ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربنا دعا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الجن للاسلام والجن اسلم، وربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى ربنا خلق الجن والانس للعباده، طب ده الشرع اهو. طب نيجي للعقل بقى، العقل ان ربنا انزل القران شفاء وهدى ورحمه وتوبه وراحه نفسيه وكل شيء، طب حد يجي يسمعه يتعب؟ ده انت لو سمعته اليهودي ما يتعبش، لو سمعته لاي حد اي شيء على وجه الارض، ده انت لو سمعت القران للجماد بيهدى، للجماد اللي هم لا يعقل، الجماد ده بيهدى. يا بل لما يكون جن عاقل، ومش عاقل بس، ده ربنا انزل عليه رساله قبلك، قبل البني ادم نفسه، ربنا انزل الرساله على الجن. ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا. طيب أنت بتقول إن الجن بيخاف من القرآن، هالدليل؟ يبقى لازم نعرض المسألة على الشرع ونعرضها على العقل. الشرع بيقول إيه في المسألة دي؟ بيقول كذا كذا، يبقى خلاص أنا نؤمن بالشرع ونسلم للشرع، ونقيس الموضوع ده على 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 الواقع وعقلي أنا. أنا عقلي رفض ده ولا يعني تيجي تقول لي واحد ده، أنا شفت واحد يقول لك أنا سمع آيتين قرآن قاعد يصرخ وصوت، ده عقل؟ هل ده من العقل؟ إنك تيجي تقول لي سمعت قرآن قاعد تصوت ونصرخ، وبعدين يقول لك أصل الشيخ نصاب. ما هو أنت نصاب فعلا، ما هو بدل بتيجي تقول لي القرآن أنا سمعته تعبني يبقى أنت نصاب، سمعت كلام ربنا تعبني يبقى أنت بتفهمش. يبقى لازم نعرض المسألة على الشرع وبعدين نعرضها على العقل. فجبت الأخ اللي هو كان ساحر وأسلم ده، طبعا هو كان كفره وصل لمدى، يعني كان بيقول لي انا بنعمل كل حاجه انا عايزها، مفيش حاجه بنعملهاش، يعني اي حاجه عايزها بنعملها. وصل لدرجه ان ابليس مخدم له، يعني مش مارد بس، يعني الساحر اخره مارد، لا ده قال لي والله كان معايا 4 مرضى بيخدموني واقوى انواع المرضى عشان ينفذ زي ما انا عايز. انا عايز نضر فلان بنضر، عايز نخلي فلان يحب فلان بنعمل، انا عايز نروح في المكان الفلاني بنروح، قال لي كل حاجه. فلما ربنا يعني قدرنا ودعيناه للهدى وربنا يسر ورجع تاني عن الطريق اللي هو فيه، الجن قال له عن موت أولادك لو ترجع، عن موت أولادك. فعلا فعلا موت بنته محروقة وموت ابنه غريق وعمل فيه عاهة. وليه؟ لأنه هو رجع عن الكفر. ويعني نحمد ربنا ان هو يعني كل بلوى او مصيبه كانت تحصل له كان بيزيد يقينه اكتر ان انا لازم نكمل، لازم نرجع من الطريق ده، مش هنكمل فيه، انا هنموت مسلم. فاي حد يجي يقول لي اصل الجن انا بنعالج برحمه ربنا، اصل الجن ده ما بضرش، اصل ابليس مش عارف، كله ده كلام فاضي. واي حد يقول لك انا معايا جن عمل كفري وعمل شرك، اي حد يجي يقول لك انا بسمع قران نتعب، قول له انت يعني ارجع ربنا، افضل من ان انت بتستعين بالجن. فعشان كده دي قواعد بنأسسها عشان الناس تعيش عليها وتعرف احنا بنتعامل مع مين، وتعرف المرحلة الجاية دي مش مع ابليس كل يوم بيخترع حاجة جديدة، كل ما الشيخ يبتكر طريقة في العلاج ابليس بيبتكر حاجة اقوى، كل ما الشيخ يوصل لدرجة في العلوم او في العلم ابليس يعني بيخترع علوم اقوى عشان خاطر يبدا يواكب العصر اللي هو عايش فيه. الناس بقت الاول كانت جاهله، دلوقتي بقت مثقفه، ازاي نلبس عليهم موضوع السحر ده من غير ويستقيم وهو مبسوط، وان ده هو ده اللي الصح المفروض يحصل، وان دي بس حاجه بيعرفها لي مثلا زي ضرب الودع او وشوشه الودع او مثلا اي حاجه، او ضرب او معرفه النجوم او التعامل بالنجوم او الكلام ده كله كلام ما انزل الله به من سلطان. ليه؟ لانه ده كفر وشرك بالله تبارك وتعالى، لأنك بتستعين بغير الله تبارك وتعالى. أنت بتعالج استعين بالعلوم، العلوم الواقعية، العلوم الطبية، استعين بالواقع اللي أنت عايش فيه، لكن ما تستعينش بشيء غايب عنك. أنت استعنت بشيء غايب عنك أو أنت مش شايفه، يبقى أنت يعني معلش يعني أنت كده بتضحك على نفسك. يعني هات واحد ميت كده وقعد قول له خدمني أو اعمل لي كذا كذا كذا، هو مش موجود معاك، ميت. فلو أنت استعنت بيه يبقى أنت كفرت بالله تبارك وتعالى. لكن لو استعنت بحد حي، يعني انا معاك مثلا اتصلت بيا بالتليفون قلت لي اعمل لي كذا كذا كذا، خلاص ده انت استعنت بشيء حي موجود، فده ما فيهوش حرمانيه. لكن تستعين بغيب، تستعين بالجن او تستعين بالاموات، ده عمل كفري. نرجع لموضوعنا اللي هي اعراض سحر العنوسه عند الولد او عند العريس، عشان خاطر نقدر نفرق، حتى العروس تقدر تفرق انا اللي عندي المشكله ولا العريس اللي جاي لي هو اللي فيه مشكله، عشان انا ما نشكش في نفسي. طيب اول عرض نعرفه كل خطوبه متكرره، انه يخطب وسيب، بعد شهر ولا اتنين يقول لك لا يطلع فيها عيب ويسيبها، يخطب كمان سنه كمان شويه كذا، لما خلاص هو بايه يقول لك انا هنتجوز وخلاص اي حد وخلاص. تاني عرض كسرة المبررات، على طول يطلع مبررات، ما بيطلعش نفسه غلطان، كل شوية هو الناس كلها فيها عيوب وهو لا، هو ما فيهوش عيوب، أنا عملت كذا، طب اعمل كذا، لا أنا عملت كذا. ليه؟ لأنه هو مش مقتنع غير اللي في دماغه بس. تالت عرض إن هو يكون رايح عند العروسة ويحصل له موقف، يتكعبل في سجادة، يتخبط في باب، يحصل له أي حاجة، يقع على وشه أو المهم يحصل له موقف محرج فين؟ قدام باب العروسة. ليه؟ لأن الجن ممكن يكون مستنيه فين؟
مستنيه عند باب العروسه او باب اللي هو بيدخل منه فيعمل له مشكله يكعبله. طبعا اول ما يدخل يحصل له موقف محرج في البيت ده يقول لك انا او يتعقد او مثلا يقول لك لا انا نبعد عن المكان ده لان المكان ده انا ايه حصل لي موقف احراج فيه او كده. على طول ممكن يحصل له مواقف محرجه على طول، يعني مش شرط انه يوجع عند الباب او يتكعبل او غيره، لا ممكن يحصل له موقف محرج باي شكل. يعني مثلا انا كان حد يقول لي انا اول ما ندخل عند عروسه نحس بانتفاخ ونحس ان عايز نعمل ريح على طول اكرمكم الله، نحس اني دايما عايز ادخل الحمام مش قادر، ما لازم يحصل لي حاجه، كوبايه الشاي تتكب عليا مثلا، ممكن يحصل لي مثلا حد يتصل عليا بالتليفون او التليفون يفتح صوت مش كويس، او ممكن المهم ان يحصل لي حاجه محرجه قدام الناس وخلاص. رقم 5 كره ام العروسه او العريس او الاب. دايما الاب اول ما يشوف العريس يكرهوه، تقول لها يا بنتي انا مش مستريحه للعريس ده، طب في ايه ما اعرفش، انا نفسي مقبوضه منه، قلبي مقبوض، مش عايز العريس ده. ده بيبقى برضو ايه ان في مشكله فين، ان في مشكله عند العريس، فاول ما بيشوف الجن اللي هو عليه ده بيخلي اللي قدامه بيخليه مش مستريح له، لا ده وحش، لا ده طويل، لا ده رفيع، لا ده في كذا، المهم يبعد عن بيت العروسه وخلاص. رقم 6 كثره المشاكل عند العريس. كل اول ما يروح العروسه يخطب ولا يحصل له حاجه تلاقي مشكله، ايه مشكله حصلت عنده في الشغل، مشكلة حصلت عنده في البيت، حصلت مشكلة عند أهله، المهم يبعد، إيه يحصل له مشكلة لما خلاص يفكر أو يروح لعروسة أو غيره. أم رؤية اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ راضي، ازاي حضرتك أم رؤية؟ اتفضلي سامعك. أنا الشيخ راضي، أخبارك عامل إيه؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. شكرا، ربنا يحفظك ويسلمك أنت والشيخ سعد يا رب. ربنا يحفظك يا أم رؤية يا رب، ربنا يكرمك يا رب. انا معي رؤيا وكنت شاربه السحر ورحت للشيخ راضي بجنا. تمام، ربنا يجزيكم كل خير يا رب. ربنا يحفظك يا ام رؤيا يا رب. انت منين يا ام رؤيا؟ انا من جنا. من جنا، يعني جنة. رحتي مركز النور في جنا يعني؟ رحت للشيخ سعد. تمام تمام تمام، وربنا يجزيكم كل خير. وتعالجت والحمد لله والاعراض راحت من عندك؟ الحمد لله، بس لسه رؤيا معايا الشيخ سعد بتحاول تقوم تقعد دلوقتي. انا لي 5 سنين انا بجري بيها ورحت لدكاتره مصر، دكاتره سيوط والاقصر، يعني المهم رحت كل الدكاتره، اطفال مخ واعصاب مفيش. كان عندها ايه يا مريه؟ طيب ما في، كل ما اقول الدكاتره في دكتور يقول دمور وفي دكتور يقول لي مش دمور، زحف في المخ. عملت ثلاث طبيعي كل ما انا ميت. انت كنت مسحوره وانت حامل فيها يا مريه؟ لا انا كنت قبل منيها، من اول ما اتجوزت، من كنت حامل ب5 شهور شربت كوبايه لبن، كل ما اشرب كوبايه اللبن بحس بشوك في زوري. يعني انت حصل لك السحر وانت حامل فيها يعني؟ من قبل حملها هي. يعني في الفتره دي. تمام. من حوالي يعني كان 18 سنه. تمام تمام. وبشكي من معدتي، رحت الدكاتره كل ما اروح اشكي اكشف ما فيش، يقول لي ده معدتك ما فيهاش حاجه. واخد العلاج برضه ما فيش اي نتيجه. طيب معدتك دلوقتي عامله ايه يا ام رؤيه؟ الف حمد والشكر يا رب. كويسه؟ والنوم رب. والنوم كويس؟ لا الكويس وكل حاجه. مفيش كوابيس ولا احلام؟ انا ما فيش. ربنا يحفظك يا ام رؤيه يا رب. انا ما كنتش بصلي خالص، كنت اتوضى ما اروحش اصلي. صليتي دلوقتي؟ الحمد لله، بصلي الفجر حاضر، بصلي وقت كل وقته. ربنا يعينك يا ام رؤيه يا رب، نشكرك يا ام رؤيه، وان شاء الله كملي بقى علاجك مع الشيخ سعد مع على رؤيه، وان شاء الله تبقي كويسه باذن الله، ربنا يعينك يا رب. نشكرك يا اختي. طيب رقم 7 عدم التماس الاعذار للعروسه، يعني ما عندوش حاجه اسمها ديت معذوره، لا انت معلقه على كل حاجه، متسلط دايما، متسلط عليها، انت عملتي كذا، انت خليتي كذا، انت روحتي فين، انت لبستي ليه، انت عملتي، انت لما شويه العروسه تقول لك انا هناخد بقى دكتاتور، لا بلاش امشي، فيبدا خلاص تطلع من عند العروسه ديت تروح لديت، وبعد كده تطلع عليه سمعه ان هو ايه، ان هو كل ما يروح لعروسه او يخطب ويسيب خلاص ينكره وما عادش حد يقبله. يعني زي رقم 8 انتفاخ وريح على طول، يبقى عنده على طول انتفاخ اول ما يدخل بيت العروسه، يحس ان بطنه هتنفجر عايز يعمل ريح على طول اكرمكم الله. رقم 9 المشاكل الماديه والعمليه عند الارتباط، اول ما يروح يرتبط بعروسه على طول تحصل له مصيبه فين،
في 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 اكل عيشه، يخسر خساره كبيره، حاجه تولع عنده، حاجه تعمل حادثه، المهم يحصل له مشكله. اول ما يرتبط يبقى ده عشان بس واحد يقول لك دي وشها نحس، لا مش وشها نحس، هي العروسه ما ذنبهاش حاجه، عشان ما تربطش الواقع او القدر بالعروسه. انت ممكن يكون ربنا مقدر لك انك تعمل لك سحر، واحنا قلنا ان القدر ده السحر ده من اقدار الله الكونيه. في فرق بين القدر الكوني والقدر الشرعي. القدر الكوني ده اللي فيه كل شيء على الارض من خير وشر، اي شيء من عباده من عدم عباده، من صلاه من عدم صلاه، من زنا من جواز، من كذا من كذا، كل ده اسمه قدر كوني الانسان لازم يعيش، ودي اقدار ربنا. لكن حاجه اسمها قدر شرعي اللي هو كل شيء ربنا امر بيه ونهى عنه. رقم 10 كثره الشك عند العريس، يعني على طول شاكك فين؟ في العروسه، اول ما يشوفها او مثلا كلمت حد، راحت فين، عملت ايه، خلت ايه، على طول شاكك في سلوكها، في سلوكها، وشاكك في اخلاقها، وشاكك في نفسه، عنده شك غير عادي. يقول لك وبعد ما يسيب العروسه يقول لك انا يعني ما كانش لازم نعمل كده، طب انا عملت كده ليه؟ لدرجه ان كان في واحده بتقول لي والله يا شيخ كان بيمشي ورايا، يعني عريسها ماشي وراها بالتليفون، او انت فين، يروح وراها، يركب وراها مواصلات وروح، يعمل كذا، ليه هو شاكك فيها؟ طب انت متجوزها ليه لما شاكك فيها؟ فلما عالجناه ورجع الوضع الطبيعي، عاش طبيعي، ندم، يقول لي انا ندمان على كل اللي عشته، ده انا سبت كذا عروسه فيها كويسه جدا، لكن انا اللي كنت بنشك فيهم، مع ان هم يعني ناس محترمين جدا وما فيهمش اي شيء. دي الاعراض اللي انا نعرف بيها ان العريس ده عنده مشكله ولا العروسه. واتكلمنا على 30 عرض يخص العروسه و10 اعراض يخص العريس، عشان نعرف نفرق هل العرض ده عند العروسه ولا العريس. هنتكلم عن اعراض السحر المحبه عشان نعرف من اكتر الاعراض اللي بتظهر على عدم الجواز، اللي هي بتبقى منافيه له او 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 النقيض بتاعها، اللي هو سحر المحبه، ان هي ما تتجوزش وتحب حد معين، ودي بتبقى من أسوأ او من اشد الاسحار، لان هي الساحر بيعملها سحر، ان ما تتجوزش نهائي وتحب شخص معين بس، فكل حياتها كلها بترتبط بمين او تتعلق بمين، بتتعلق بالشخص ده، حتى لو الشخص اتجوز وعاش حياته وخلف وبعد عنها، وهي برضو حياتها واقفه على مين؟ واقفه على الشخص ده، الا ان قدر ربنا انه يسيب اولاده او يتجوزها تاني زوجه تانية او غيره، ودي بتبقى طبعا يعني تبقى موقفها مش حلو عند البنت او غيره. طيب كل الاعراض دي اللي احنا اتكلمنا عنها دي الاعراض اللي خاصه بالولد والبنت، لكن سحر المحبه له اعراض خاصه شويه، عشان لما نعرفها او نعرف ان ديت موجوده عندي نعرف ان معمول لي سحر محبه مع عدم جواز، عشان نعرف نعالج، حتى الشيخ اللي بيعالج يقدر يفرق، عشان لما يعالج لك سحر العنوسه يعرف ان ممكن يكون هو عامل لك سحر محبه لحد، يبقى انت عليك سحر العنوسه يبقى عليك سحر المحبه، لانها ممكن تكون ما عندهاش اللي عامل لها الساحر ده، عامل لها سحر العنوسة وانت عالجته خلاص ونجحت فيه، لكن ممكن يكون رابطها على حد معين او مع دماغها بحد معين انها ما تتجوزش غيره مهما يعني مهما جالها من عرسان. اول عرض اللي هو كثرة النوم على البطن، دايما تقول لك انا ما بحبش انام غير على بطني على وشي، ودي بتبقى مشكلة فين؟ مشكلة عند العروسة، يعني يقول لك انا ما بحبش انام غير على بطني، ليه؟ لان هي عندها الجن بيخليها تحب، لان دي نومة الشياطين، الجن بيخليها تنام على بطنها عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر يعني يتمكن منها او كده، في طبعا احلام الاغتصاب او احلام الزنا او غيره، او ممكن يقول لك انا بنام على جنب اليمين سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بنصحى نلاقي نفسي ايه؟ نصحى نلاقي نفسي نايم على بطني او وشي كده، وبرضه دي حاجه بتضايقني، لكن ده ممكن الجن هو اللي بيخليه ينام كده عشان هو عايزه ينام كده، ممكن ولد او بنت. طيب رقم 2 وبعنيش العرض ده برضو عشان تبقى فاهم، ممكن واحد يقول يا شيخ والكلام ده على الهوى مش مستحب، لكن انا لازم نقوله لك عشان خاطر تبقى فاهم يعني ايه. حب الشهوة القوية عند البنت حتى وهي عروسة، حتى وهي لسه ما اتجوزتش، عندها حب الشهوة غير عادي، انها تلجأ طبعا لعادات وحشة انها تعملها مع نفسها، وتبقى عندها رغبة في الجنس ده قوية جدا، وطبعا ده بتدل على ان هي عندها مشكلة، والمشكلة دي معمول السحر ده ممكن يكون معمول بمني زنا أو مني زنا محارم، وده بيعمل رغبة عندها شديدة للجنس أو غيره، فدايما يبقى عندها طبعا الناس بتشوفها بمظهر مش كويس، لكن هي حاجة بتدفعها غصب عنها إنها تروح أو تنظر أو تعمل عمل مش كويس أو غيره، وده عشان سمعتها ما تبقاش كويسة وسمعتها بتروح منها. واحد يقول لي شيخ لأ أنت يعني الكلام ده مبالغ، لأ احنا دي حاجات احنا بنعيشوها، انت عشان بعيد عن الموضوع شويه، لكن احنا كل يوم بتجيلنا حالات في المراكز بتاعتنا بتقول ان في عرض
كذا، سحر المحبة من أعراضه كذا. الأعراض اللي احنا بنقولوها دي مش بنقول لك أعراض احنا جايبينها من الهواء أو لا، دي أعراض احنا عشناها، حاجات عشناها مع المرضى، عشان كده جايبينها منين؟ جايبينها من الواقع اللي احنا عايشينه، من الأعراض اللي الناس عايشاها، والحمد لله لما بنعالجوها الموضوع بينتهي وما عادش يبقى عندها اي شيء نهائي، وبترجع لوضعها الطبيعي وتعيش انسانه طبيعيه ما عندهاش اي يعني لف ولا دوران ولا عندها لوع ولا غيره. رقم 3 في اعراض سحر المحبه اللي هي الولايه لشخص معين، انها تبقى عندها ولاء كامل لشخص معين، ممكن حتى بعد ما تتجوز، انسانه اتجوزت وانسان محترم وعايشه حياتها كويسه، وبعدين كل حياتها وكل تفكيرها وكل دماغها مع فلان، او ممكن حتى الرجل برضو عاش واتجوز وعاش حياته طبيعية، لكن كل تفكيره وكل تركيزه فين؟ مع فلانة. لدرجة ان كان حد يقول لي، يعني يقول لي شيخ والله انا حتى يعني في اثناء العلاقة مع زوجتي بنحس ان اللي معايا دي فلانة مش فلانة، مش من زوجتي، ونفس الطريقة برضو مع الزوجة، تقول لي شيخ والله يعني حتى قدام زوجها تقول لي شيخ انا بنحس اني مش ده زوجي اللي معايا اصلا، بنحس شخص تاني خالص غريب عني يعني. فده بيبقى بيدل على ايه؟ ان في مشكله، والجن بيهيئ لها القصه ديت او بيخليها تحس برغبه الجماع مع فلان مش مع زوجها، عشان يخرب البيت ودمر الحياه. تاني شيء اللي هو يعني بشخصيته، لو هي بقى بتحب حد او بتشوف حد يقول لك انا بنيجي قدام فلان ده وكانه شخصيتي بتدوب قدام شخصيته، يعني انا ما بنشوفش، لو ما بنشوفه كده ما عادش بنشوف حد في حياتي غيره، ما عادش لو قال لي ارمي نفسك منين انا هنرمي، لو قال لي ولع في نفسك انا هنولع، لو قال لي انتحري انا هننتحر. ليه؟ هو عندها حب الطاعه للانسان ده، هو غير عاديه. ونفس الطريقه في البنت برضو او الولد برضو، يقول لك انا لو ما شفتش فلان دي كل يوم انا ممكن نموت، انا ممكن نعمل اي حاجه عشان نرضيها، ودي بتبقى حاجه صعبه على الانسان. وللاسف برضو يعني ناخد ام احمد ونكمل. دي ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ انا كان عندي، انا متجوزه من حوالي 8 سنين، يعني من حوالي 4 سنين كده وبدات المشاكل ما بيني وما بين جوزي، يعني مشاكل على اقل حاجه، على حاجات هايفه. وبقيت اشوف كوابيس كتير في الحلم، يعني على طول ما يعديش عليا اسبوع الا لما الاقي كوابيس، في شياطين، كلب اسود كبير يجري ورايا يبقى عايز ياذيني. بقيت اصحى من النوم مخضوضه على عناكب كده ماشيه على الحيطه على الفرشه، لدرجه ان انا بقوم واجري وافتح النور ما بلاقيش حاجه. وبعد كده صحيت مره من النوم على صوت واحد بينده عليا باسمي. واحد بعد ايه؟ كده رحنا لقيت واحد ايه؟ على صوت بينده عليا. كويس. ودايما اقوم من النوم مخضوضه. طيب في مشكله في البريد في الدوره يا ام احمد؟ لا لا لا. طب النوم كويس؟ بتنام كويس؟ لا يعني صراحه من الكوابيس وكده انا على طول الكوابيس دي بخاف يعني. طيب صداع على طول؟ عندك صداع على طول؟ صداع مزمن مستمر كل يوم. انت اتجوزتي؟ متجوزه؟ متجوزه وعندي 3 اولاد. ما يا شيخ احنا بعد كده اتضحنا ان احنا لقينا في عمل موجود في البيت واحنا طلعناه. كويس. وبعد ما طلعناه يعني احنا جوزي طلع حجاب وانا طلعت حاجه تانية من البيت برضه. كان فين؟ من كتر المشاكل دي احنا انفصلنا مرتين بسبب المشاكل ديت يعني. ودلوقتي كان يعني كان السحر فين يا ام احمد؟ طيب كان السحر فين؟ في البيت. هو لقى الحجاب دوت، احنا كنا منفصلين، هو لقى الحجاب ده بعد ما احنا انفصلنا في البيت، يعني ما بين الحيطه وما بين الباب. كويس. وبعد ما رجعنا يعني وكده لبعض، فبعد ما انا جيت بثلاث ايام شقتي بروق في الشقه لقيت زي ما يكون شعر راجل عجوز وحلقه ومحطوط كده في كيس ومحطوط في المطبخ وسط الحاجه بتاعتي في المطبخ. كويس. انا لما شفت صراحه جسمي كفش كده منه، طورته لجوزي قال انا ما اعرفش عنه حاجه. فراح خده ووداه لواحد شيخ، فده قال له ده بقيه العمل اللي كان معمول لكم يعني. كويس. بصي يا بصي يا محمد برضه انت ماشي، اتفضلي قولي. فدلوقتي يعني من بعد ما ودانا لي الشيخ دوت وقال كده خلاص ما فيش حاجه يعني، ولينا 3 شهور كويسين ما فيش حاجه. من حوالي 20 يوم رجعت لقيت نفسي مخنوقه ومتضايقه، نفس الاعراض اللي كانت تحصل لي قبل كده، وعياط من غير سبب، بقيت تجيني الكوابيس ثاني. بص يا ام احمد، شوف يا ام احمد، هو الامر كده معاكي مش متعلق بالحجاب اللي انت لقيتيه ولا الشعر بس، هو بدل انت شفتي ده، لا ده في حاجات اقوى من كده، دي بتبقى يعني دي حاجات بسيطه من اللي موجود المفروض يعني. فانت كده القصه مش متعلقه بالطلسم اللي انت لقيتيه بره، الطلسم ده بيبقى ده بيبقى اساس السحر، لكن جزء السحر والاكبر معاكي في دمك. فانت الجن اللي معاكي او حتى لو رحت للشيخ
هيعالج او هيديك ميه تستحمي بيها او يقرا عليك رقيه او غيره، لكن المشكله مش في الرقيه لانه كده بيعالج الجن بس، المشكله في دمك نفسه، لان دمك نفسه بيطلسم السحر وبيبقى الوتد بتاع الجن اللي في المعده عندك. فلازم تتعالجي، تعالجي صح بقى، لان كده انت هتفضلي برضو كل ما تروح للشيخ تتعبي تاني شويه، شهر اتنين تلاته هتتعبي تاني. الجن ما طلعش لكن هو هدى عليك شويه، هو الشيخ سكنه شويه بس. معايا ام احمد ولا خلاص؟ اه مع حضرتك. هقول لحضرتك دلوقتي الشيطان بقى يجيني في الحلم بقى عايز يموتني، يعني بيجيني على هيئه ابني يخنقني من رقبتي لحديت بتخلع منه بالعافيه. يعني اصحى وانا الاقي نفسي بعرف اي كرسي، وانا كنت يعني بهاجمه باي كرسي. ده كابوس يا ام احمد. انفضي قبل ما تنامي، قبل ما تنامي انفضي بحاجه من طرف لبسك كده على السرير، وسمي الله ثلاث مرات ونامي على جنبك اليمين، مش هتلاقي ده ان شاء الله. ده كابوس مش متعلق بالسحر. نشكرك. في حاجه اسمها الجاسوم. الجاسوم ده كل سرير انت بتنام عليه عليه جن. انا مش عايز نخوف الناس، بس كل مكان او كل سرير انت بتنام عليه نايم جن مكانك. انا عايزك بس قبل ما تنام اعرف النبي قال لك نفض مكانك ليه، انفض مكانك وسمي ليه، عشان ما تنامش وخلاص وبعدين تنام على الجن او تنام على ابن الجن نايم مكانك او نوم مكانك، وبعد كده تقول اصل جالي كابوس، اصله مسكني، اصله خنقني. انت نمت عليه، هو عايز يطلع من تحتك هيعمل لك ايه يعني؟ فلكن انت لو اتبعت السنه مش هيعمل لك حاجه خلاص، ولا يقدر يعمل لك حاجه. قبل ما تنام اعمل سنه النبي صلى الله عليه وسلم، انفض بشيء من لبسك سرير ثلاث مرات مكان فرشتك، وسمي الله، وبعد كده قول ايه الكرسي، توضا قبل ما تنام قول ايه الكرسي، نام على جنبك اليمين، قول اذكار النوم، خلاص مش هيجي لك حاجه خالص. لكن لو انت معاك سحر دي تبقى قصه تانية بقى، هو حتى لو انت قريت القران كله قبل ما تنام هو موجود معاك، لان الجن ما بيتعبش من القران. تمام كده؟ الجن ما بيتعبش من القران، يسمع قران معاك ويقول اذكار معاك ويقول ايه الكرسي معاك ويعيش معاك زي ما انت عايز. تمام؟ هو بيبقى متحجم شويه، لو انت قريب من ربنا بيتحجم شويه، لكن هو موجود معاك وبينفذ الخطه اللي الساحر قايل له عليها. طيب عشان برضو يعني نفيد اكتر، زي ما احنا قلنا ان اعراض سحر العنوسه بيبقى متعلق بيها شويه اعراض سحر المحبه، زي ما قلنا ان ممكن يكون ربط السحر ده سحر عنوسه وعامل سحر محبه لشخص معين، عشان نعرف لو عالجت سحر العنوسه في سحر محبه بعد ولا، عشان نعرف اعراضه. زي ما احنا قلنا الولاية الشديدة او الانقياد لشخص معين لدرجة يقول لك انا وهو شخصيتين في بعض ما بننفكوش عن بعض، او انا وهي ما نقدرش نستغنى عنها ولا طرفة عين، حتى للأسف يعني لو عملت فيه ايه برضه هو راضي بالوضع ده، لو شتمته قدام الناس راضي بالوضع ده، لو هانيته قدام اي حد راضي بالوضع ده، لو هي عملت له اي حاجة هو راضي بالوضع ده، لان هو ما يقدرش يتكلم معه اكتر من كده. فاطمة فضل يا فاطمة. اتفضلي. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ راضي معاك. اتفضلي يا سامعك. بص قولي. أنا سعيدة بسماع حضرتك. قولي يا فاطمة. أنا سامعك. أنا سامعك. بص أنا كان عندي سحر سفلي. أنت معمول لك سحر سفلي؟ آه. كويس. كنت تعبانة من 15 سنة. كويس. لحد يعني مرات الظروف صعبة في حياتي كتير. كويس. والمشاكل كانت مش هتخفي خالص. كويس. لحد ما جلست الشيخ سعد. كويس، يعني انت رحت المركز عندي يعني. كويس. ايوه في المركز. مفيش حاجة اسمها سحر ما تعالجش يا فاطمة. لا الحمد لله خفيت مني. يعني انت بعد ما رحت تعالجت الحمد لله. الحمد لله. طيب يعني الشيوخ قالوا لك 15 سنة السحر ده مش هيتعالج؟ ايوه قال لي مش هتتعالج منه خالص. كويس، دخل في قدر ربنا يعني. طيب لحد ما قابلت الشيخ سعد وجاء الشيخ من عند ربنا وبعد قابل الشيخ سعد. ما ربنا يكرمك يا رب. الشيخ سعد عاكم منها الجو كده. طيب الحمد لله دلوقتي كويسه يا فاطمه؟ الحمد لله احسن من الاول. كويس الحمد لله. المعده كويسه عندك وبتنامي كويس؟ ايوه بنام كويس، معدتي كويسه. كويس تمام يا فاطمه، ربنا يشفيك يا رب ويعفو عنك يا فاطمه. نشكرك يا فاطمه. الناس يعني فعلا حاجه بيدي اللي يدوا الياس للناس، الناس بتياس. مفيش حاجه اسمها سحر ما بتعالجش والله. والله ما في جن ما بيطلعش، والله ما في سحر ما بيتعالجش غير ربنا، يكون ربنا مقدر كده. يعني ربنا مقدر ان الجن ده ما يتعالجش، خلاص ده ربنا مقدره كده. لكن الواقع لا، بقول غير كده، ان تعالج. مفيش حاجه اسمها ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء. مفيش حاجه اسمها مرض ما بيتعالجش، لكن مين اللي هيعرفه او مين اللي هيعالجه ده بقدر اللي ربنا مقدره يعني.
طيب رقم أربعة، كثرة الجماع. دايما الزوجة تحب أو تخلي تضغط على زوجها في الجماع على طول، أو الزوج نفس الطريقة، يعني عشان نعرف ده معمول له سحر محبة ولا لا، بيبقى عنده كثرة أو حب الجماع ده غير عادي، أو العكس يبقى عنده عدم، يعني عدم رغبة نهائيا. فده برضو بيقول إيه؟ بيقول إن عنده مشكلة أو عندها مشكلة لازم تتعالج. يعني ممكن الزوجة تعيش ده، تقعد مثلا ما عندهاش فكرة عن الجماع ده نهائي، ولا عندها فكرة عن حق الزوج ولا الكلام ده خالص، فيبدأ يعمل ايه؟ الزوج بيمل، يا اما ينظر الى الحرام، يا اما يروح يتجوز عليها وبعد كده تقول اصلا اتجوز، يا اما يحصل مشاكل بينهم ويتطلقوا، المهم انه يحصل خراب وخلاص. لا، انا عايز الزوجة تعرف ان 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 العلاقة دي حق ربنا فرضه عليكي، ربنا فرضه عليكي، وحق للزوجة ربنا فرضه عليك، فانت لازم يبقى في علاقه، ولازم يكون في حب، ولازم يكون في ود، ولازم يكون في راحه، ولازم يكون في احترام، ولازم يكون في ادب. لان انت معلش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايوم امراه قال ايوم امراه باتت وزوجها صاخض عليها باتت تلعنها الملائكه حتى تصبح. يعني اي زوجه بتنام وزوجها زعلان منها، الملائكه تقعد تلعن فيها لعند الصبح. فانت مش حمل دعاء الملائكه عليك، لا، ارضي جوزك قبل ما تنامي، وحاولي تحسني العلاقه بينك وبينه. ممكن يكون مضغوط من شيء معين، او عنده مشاكل في شغله، او عنده مشاكل ماديه، انت السكن بتاعه وانت الراحه بتاعته، حاولي بقدر الامكان تلطفي عليه، حاولي تخلي البيت سكن له، سكن يعني رحمه وراحه، ما تخليش انت نفسك عبء على زوجك كمان، وبعد كده تقولي اصله ساب البيت ومشى، اصله زهق، اصله طلقني، اصله اتجوز، اصله بص لبره الحرام، اصله اصله اصله، والمشكله تكون متعلقه بيكي او بوجود سحر معاكي. رقم خمسة، الارق المستمر. يقول لك انا ممكن نقعد اسبوع ما ننامش، او ممكن ننام ساعة في اليوم بس وما نعرفش ننام تاني، وممكن يقول لك انا يدوب نحط دماغي على المخدة عايز ننام على طول، ما عنديش اصلا، يعني ما نحسش بالعالم اللي حواليا. ده برضو ممكن يكون ايه؟ يكون فيه سحر او غيره. رقم ستة، اللي هو يقول لك انا بنحس ان فيه هوا بيدخل جوه جسمي مش حاسس بيه، يتحس ان فيه روح تانية. يعني كان حالات الجن كده، بتبقى حالات دي يعني ايه صعبة شوية، او الجن سيطر عليها، او سيطر على الجهاز التنفسي شوية، او الجهاز العصبي شوية، فيقول لك انا بنحس ان فيه هوا بيدخل في زوري من غير ما نحس، او يدخل في بقي من غير ما نحس. يقول لك انا حاسس ان فيه حاجة جوايا، ان فيه حاجة بتتنفس جوايا. ده برضو بيكون تحكم الجن في الانسان ده زاد اكتر من اللازم. برضو محمد، تفضل محمد. ازيك يا شيخ راضي؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. ازيك يا شيخ راضي؟ ازيك يا شيخ راضي؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. انا متابع والله برنامجك، انا بحب اسمعك كل اسبوع والله. ده شرف لي يا استاذ محمد والله. الله يخليك يا استاذ راضي، الله يخليك يا عم الشيخ. بقول لك عندي مشكله عم الشيخ. تأمرني، اتفضل يا حبيبي. الله يخليك، الامر لله. حضرتك عم الشيخ، صداع ما بيسيبنيش على طول. بقالي سنه وثلاث شهور بنام بيه واقوم بيه، وكشفت عملت كل حاجه، مخ واعصاب، بيبقى فيها جميع العلاجات اللي عملتها كويس. احيانا في ترجيع كويس، واحيانا مفيش، ضربات قلب بتضرب سريعه، وجع في ظهري ماشي عم الشيخ، ووجع في ظهري، ومش عارف اشتغل بقالي سنه كويس، شغلي مش عارف، اسهر بالليل وانام بالنهار، يا اما انام مثلا الساعه 12 مش ماليش ميعاد، وحاسس ان حاجه بتتحرك في جسمي كويس، وتنميل عم الشيخ. طيب يا استاذ محمد، كل مره ايوه معايا انت. طيب بس محمد، من سنه وثلاث شهور انت ما قابلت الشيخ حد معاه جن؟ انا قابلت عم الشيخ، لا كنت بروح لناس. طيب لا، قبل ما تروح لناس، انت رحت للناس بعله عشان انت مريض في حاجه معينه، قبلها ما قعدتش مع الشيخ من اللي بدور على الاثار دول او اللي معاهم جن؟ لا والله عم الشيخ، يعني ما قعدتش مع ناس من دول خالص؟ لا ما قعدتش معاهم. طيب انت في تعب في المعده عندك يا استاذ محمد؟ في وجع في المعده، وساعات ارجع وساعات لا، شويه ارجع وشويه لا. طيب في حموضه وحرقان في صدرك؟ في ساعات حموضه بتجيلي، يعني احيانا تجيله حموضه واحيانا لا، او تنميل. طيب حرقان في البول على طول؟ طيب لا، بس البول بيقطع مش ايه. طيب في تعب في جنابه كده، كان الكلى كده؟ في الكلى، ساعات الكلى جنب الشمال. طب اكتر وقت بتكون تعبان فيه مع دخول الليل؟ اكتر وقت انا بتعب فيه عم الشيخ حضرتك، انا من ساعه ما بصلي العصر كده ماشي، من بعد صلاه العصر ممكن لحد ما اجي انام. تمام، ماشي يا استاذ محمد. بص محمد، هو الله اعلم يعني ان انت عندك سحر يا استاذ محمد، فانا يعني الصداع ده سببه السحر، لان الجن بيقلل الاكسجين اللي في الدم شويه، فما بيوصلش لدماغك،
فحاول قدر الامكان وانت نايم خلي دماغك اوطى من رجليك، يعني خلي رجليك على حاجه عاليه شويه لما نعالجه، لما تجيلي ان شاء الله المركز البحيره او اسكندريه ونعالجوك ان شاء الله والقصه تنتهي باذن الله. نشكرك، نشكرك يا استاذ محمد، نشكرك. طيب من اعراض السحر برضو اكتر حاجه بتنعمل، انا بنربط الاحداث ببعضها عشان الناس تعرف انا عندي سحر عنوسه سحر محبه، يبقى عندي ممكن تكون عندي الاعراض ديت او جزء من الاعراض دي. اكبر حاجه ان الانسان يحس ان عنده، لان اللي بيعمل سحر محبة ده او سحر العنوسة ده بيبقى اكتر حاجة بيشربه للمسحور، يشربه لها يشربه على طول يبدأ يحصل، لان اسرع سحر تقريبا بيأثر على جسم الانسان وبيأكل بسرعة بياخد بسرعة معاه اللي هو السحر المشروب. تمام، فاقرب حاجة ان الزوجة تشربه لزوجها لجوزها او مثلا حد يشربه لحد في البيت او غيره، فيبدأ يعمل معاه نتيجة سريعة على طول، تقول لك انا حاسة بحموضة ونار في صدري، اي حاجه ناكلها او نشربها تحس ان في شربت نار او في نار في صدري على طول. تالي او تاني حاجه فقدان الشهيه، يقول لك انا ماليش نفس لاي حاجه نهائيا، كل ماليش نفس، كان الاكل قدامه زي السماء بالظبط مش قادر ياكل او غيره. رقم ثلاثة، في سخونه على طول في البطن، يعني يقول لك على طول انا عندي سخونيه في بطني، حاسس ان في سخونه جوه بطني على طول، حاسس ان في حاجه جوه بطني عايز نطفيها. يقول لك بناء على كده يقول لك هنشرب ميه كتير ميه كتير ميه كتير. ليه؟ لان السحر ده كانك حطيت ميه او ميه نار جوه المعده، والمعده بتبدا يا عيني خلاص هي بتبدا كان في حاجه بتحرق جوه عايز يطفي النار ديت. يقول لك على طول انا حاسس بسخونه في بطني، حاسس بصهد، حاسس ان في نار بتطلع من بقي على طول، وده بيكون سببه ان هو شارب السحر، وطلسم السحر ده بيعمل نظام غشاء داخل جدار المعده عشان يبدا يسيطر عليه او يسيطر على غذائه، زي ما احنا اتكلمنا قبل كده قلنا عشان الجن يتحكم في مخارج الانسان او المداخل بتاعته، يتحكم في اكله ويتحكم في شربه ويتحكم في النطفه بتاعته او اثناء الجماع او غيره في يعني في الحمل او كده، او يغذيه من الحبل السري حتى هو في بطن امه، بيتحكم في المداخل ديت، بيبني يعني حياه الانسان كلها من صغره او بيبني تكوينه نفسه عشان خاطر، او بيشارك فيه عشان خاطر يبدا يدمر حياته زي ما هو عايز، يبدا يدمر خليه في جسمه، يدمر جهاز في جسمه، يبدا يخليه على طول انسان مريض، وده بيكون تحكم من الجن في حياته. رقم أربعة، الامتناع عن مشروب معين. يقول لك انا كنت بنشرب معين شرب معين، يعني بنحب نشرب المانجا مثلا او بنشرب الليمون، بعد كده كرهته ما عادش عاد اشربه خالص، ولو شفت ممكن نرجع. تمام، فعلى طول دي اعرف ان في عندك مشكله، او العكس يحصل العكس، انه كان بيحب مشروب معين كرهه، او بيكره مشروب معين حبه وعايز يشربه على طول. شريهان، اخبارك يا شيخ راضي؟ ربنا يحفظك ويبارك فيكي، ربنا يحفظك. الله يخليك يا رب، دايما نور الشاشه يا رب. ربنا يكرمك يا شريهان، اتفضلي. الله يديك الصحه يا رب. احنا كنا تعبانين يا شيخ راضي، انا واخويا واختي، وادينا تقريبا حوالي 5 سنين بنعاني من السحر. كويس. ورحنا للشيخ سعد جينا، ربنا يبارك له يا رب، وربنا يجعله شفاء يعني في ايدينا، يعني الحمد لله من سبب شفائنا الحمد لله. ربنا يحفظك يا اخت شريهان. الله يخليك يا رب ويبارك فيكم ويكثر من امثالكم يا رب. الاعراض اللي كانت عندك يا اخت شريهان؟ طيب انا كان دايما عندي الم شديد خالص في اسفل ظهري وصداع، وكان عندي عرق مش بعرف انام، وكنت بتعصب لاسكه الاسباب، و تعرضت على شيوخ كثيره هنا في اسيوط كانت بتلقي عليا رؤيه شرعيه. كنت بتعب اكتر لدرجه ان انا فقدت الامل في ان انا اخف اصلا. تمام، انت من اسيوط؟ اه من اسيوط. ورحت المركز في هنا عندنا؟ اه بالظبط كده عند الشيخ سعد. تمام تمام. واخويا برضو كان تعبان خالص، وكان بينام في ال 24 ساعه حوالي 18 ساعه. كويس. وما كانش بيروح الشغل بتاعه، بيقول لي انا حاسس ان انا متكتف في السرير، وهو ملتزم، بطل يصلي وبطل يقرا قران، لان انا بتعب من قراءه القران وبتعب من الصلاه، وان انا مش هصلي تاني ومحدش يجيب لي سير الصلاه، ما كانش بيطلع من البيت خالص. كان حتى في السعوديه نزل بسبب يعني الموضوع ده، انه مش قادر يروح الشغل. تمام. اختي برضو دي كانت بتتعصب من نفسها لاسباب، لدرجه انها ممكن تسب اي حد، وكانت دايما تشكي من المعده وسقوط شعرها، وكان بيحصل لها كوابيس دايما مش بتعرف تنام. وبصراحة أنا لما رحنا عند الشيخ سعد أنا كنت خايفة جدا من المجابلة، قلت هو هيطلع عليه الرقية الشرعية وهيتعب خالص، وأخويا طبعا بيسمع القرآن كان بيعمل تصرفات عنيفة جدا. كويس. وممكن نضرب الشيخ نفسه. كويس. وأختي بيحصل لها تشنجات، يعني كانت المجابلة غير كده خالص،
الشيخ سعد يعني اتكلم معاهم وكان بيهزر ويضحك معاهم واعتبرهم اخواته الصغيرين. كويس. ربنا يبارك له يا رب، هم ارتاحوا خالص. كويس. طبعا هو اعطاني برنامج مشينا عليه انه احنا في حاجات نستحمى بيها وفي زيت نتهم بيه شعرنا وفي اعشاب بنشربها وكمان كان دايما بيطمن علينا ويتصل بينا. كويس. وبالاضافه لده كان بيخلينا نسمع رؤيه شرعيه. كويس. لما اخواتي كانت بتظهر عليهم الاعراض اللي هي العنيفه دي واتصلت بيه وقلت له وكده، قال لي الاعراض دي هتخف شويه شويه لحد ما تنتهي. كويس. وده اللي حصل فعلا، يعني الطمانينه اللي هو كان بيديها لنا كانت يعني امل كبير لنا في ان احنا نخف. كويس. بصراحه ثقته في شفانا يعني وثقته في طريقته اللي هي الصح اللي بيعالج بيها. كويس. ان هو بينظف الجسم الاول من السحر، بعدين يلقي علينا الرقيه الشرعيه، بدل ما احنا في شيوخ كتير عذبتنا ان كانت بتجري علينا الرقيه الشرعيه بالساعات. والموضوع ده كان بيعجلنا اكتر، كنا فاقدين الامل في ان احنا نخف، لان احنا كل ما نسمع القران نتعب اكتر. لدرجه ان انا اخويا ده صعب عليا خالص، بطلت اعرض على شيوخ وديته لدكتور نفسي. للاسف برضه العلاج النفسي ما عملوش اي حاجه، بيزود ساعات النوم اكتر وخلاه كئيب ومش بيحب يكلم حد. بس رجعت السحر كله يا شرهان؟ رجعت السحر كله؟ رجعت السحر اللي عندك؟ الو، رجعت السحر بعد ما خدت العلاج؟ رجعت السحر ازاي؟ رجعت السحر مش فاهمه. الشيخ اداك علاج رجعت السحر او حاجه او سهلتي؟ لا، حصلنا ترجيع وحصلنا اسهال. كان بيدينا برضو، قال ان احنا نشرب اللبن ممكن على الرقيه الشرعيه. تمام. كنا بندوخ وكنا بنرجع وحصلنا اسهال. تمام. والاعشاب اللي احنا كنا بنشربها كان بيحصل لنا اسهال. كويس. وكان بالنسبه لنا طعمها مش حلو وكنا مش حابينه، وهو كان بيشجعنا بصراحه ويقول عشان تخف وكده. لكن بعد كان النتيجه الاخيره، ربنا يبارك له يا رب، ربنا يحفظك. النتيجه الاخيره يا شيران ان انتوا المعده دلوقتي كويسه والنوم كويس وتسمع القران كويس. الحمد لله الصداع خفيت منه، وانا كنت بحس نفسي عندي 95 سنه. كنت كويس. بصحى الصبح مرهقه جدا. انا الصداع الحمد لله مفيش صداع حاليا. كويس. ولا انا في ظهري، واخويا بيصلي حاليا الحمد لله والله، وبيقرا قران الحمد لله، وامور زي الفل الحمد لله. ويعني ربنا يبارك للشيخ سعد يا رب، ويبارك لك يا شيخ فؤاد يا رب. ربنا يحفظك يا رب، ويدعي لنا بالله عليك يا شيخ. محتاجين اي دعوه من اي حد بالله عليك. خير، اللهم امين. ربنا يحفظك. نعم. ويبارك فيك. الله يخليك. بس لينا طلب عزيز عندك يا شيخ راضي. تحت امرك. الامر لله، الله يخليك. احنا عايزين الشيخ سعد عندنا في اسيوط، لان بجد بالنسبه لنا جينا سفر ومتعب. ان شاء الله احنا عايزين بقى نفتحه في القاهره الاول وبعدين نروح بقى اسيوط بقى. نعم. عايزين نفتح في القاهره الاول وبعدين كده نروح اسيوط ان شاء الله يا اخت شيرين. طب ما تاخروش علينا يا شيخ سعد، ده غالي الشيخ راضي. حاضر 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 يا شيخ، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا شيرين يا رب. حاجه تدي الامل صراحه، يعني ايه انسانه اسره كامله هي بتحكي واقع. والله انا ما قلت لها قولي اي حاجه من ده، ويمكن مش انا اللي عالجتها برضه، الاخ سعد معايا في المركز هو اللي عالجها، والحمد لله. يعني النتيجه باينه من الناس اللي بتقول الكلام، مش احنا اللي بنقوله، لان لما يكون الشيخ فاهم هو بيعالج ايه وبينظف ايه من جسم الانسان، موضوع بسيط جدا. شرهان بتقول انا رحت للشيخ، كل ما نروح للشيخ بقالي كام سنه نروح للشيخ يقرا علي الرقيه الشرعيه، نقعد نصوت ونصرخ، بقيت نكره اروح للشيوخ، لدرجه انه خلاص اخوها ابتدى يكره القران وابتدى يكره الصلاه. الصلاه متعبه والقران متعب، نصلي ليه او نسمع قران ليه؟ مع ان العكس سبحان الله، يعني ربنا قال عكس الكلام ده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عكس الكلام ده، والعقل بيقول عكس الكلام ده، عكس انك تسمع القران تصوت وتصرخ. القران ربنا جاء نزله شفاء واتكلم بيه شفاء ورحمه، فما تجيش تقول لي اصلا انا تعبت سمعت قران صوتت وصرخ، دي عيله كانت متدمره بقى لها كام سنه، سايبين الواقع او المرض اللي عندهم الاساسي اللي هو التعب في المعده والصداع والالم وطلسم السحر، وعاملين ايه؟ ومعلقين على العرض بس اللي هو الجن، يضربوا في الجن وعذبوا في الناس وسمعوهم رقيه على الفاضي واستنزاف للوقت واستنزاف للمال واستنزاف لنفسي، كل ده من تاثير ايه؟ للاسف ان الشيخ اللي بيعالج مش فاهم. عشان كده بنقول اي حد يروح للشيخ اعرف انت بتعالج عند مين. الحمد لله يمكن برضو بنذكر الكلام ان احنا في مراكزنا الاخوه متمكنين وعارفين هم بيعملوا ايه ومعلمينهم الصح، وتقريبا كل اسبوع بياخدوا دوره، حتى لو ما كانش شفهية بندولهم دوره يعني بالتمكين او اي جديد بنوصله لهم، اعملوا كذا خلوا كذا، الاعراض كل يوم في تزايد او الحاجات كل يوم ابليس بيعمل حاجه شكل. لازم الشيخ يبقى فاهم هو بيعالج ايه عشان يقدر يفيد الناس. مش واحده بتقول لي انا بقالي 15 سنه، واحده بتقول لي انا كذا. الاخت اللي احنا ان شاء الله الحلقه الجايه نعرضه، يمكن هي احنا وعدناها بالكلام ده ان احنا نعرض صوره البيبي بتاعها، انها خلفت بعد 4 سنين وهي عمليات وذل وتعب وكل شيء،
ما فيش نهائي، حتى كان مفقود الامل عندها، والحمد لله لما جات المركز عالجناها ونعرضه صوره ابنها الحلقه الجايه ان شاء الله وهي تكلمنا عشان تعرفنا هي عملت ايه، عشان الوقت معلش يا اختي يعني خلاص نفد. وطبعا ان شاء الله الحلقه الجايه نكمل معاكم الاعراض اللي هي متعلقه بسحر المشروب. نشكركم على حسن استماعكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.